بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر أولا حضور شبكة يقين الإخبارية، هذه الشبكة التي دوما ودائما ما تتواصل مع أنشطة قطاع الرياضة بالقاهرة وأنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. هذا التواجد صورة مشرفة، لأن المشروع النهاردة بيهمنا كلنا وبيهم كل الجموع والأسر والشخصيات اللي متواجدة في أي مكان وفي أي محفل. هذا القطاع المهم هو قطاع الذي يهتم بالمعاقين في كافة المجالات. احنا بنقول مش بنقول معاقين، احنا بنقول متحدي الإعاقة. متحدي الإعاقة ان كل انسان لديه طاقات وان كل انسان لديه خبرات متعددة، وهذه الخبرات دائما ودائما ما تتواصل وتعطي. النهارده قطاع الرياضة بينفذ مشروع من المشروعات المهمة جدا، هو سباحة المعاقين اللي بيشارك فيها العديد من الهيئات الشبابية على مستوى القاهرة والجيزة، منها أندية الصيد وأندية الشمس ونادي النصر القاهري ومراكز الشباب. هذه المشاركة تعتبر تأكيدا أن هناك طاقات لدى كل إنسان وأن كل إنسان ليس معاقا ولكن لديه قدرة لتحدي الإعاقة. العديد من المشاركين النهاردة شاركوا في العديد من المحافل الدولية وحصلوا على بطولات. هذه البطولات بتحسب لهم أنهم شخصيات قادرة، أنهم مش قادرين على العطاء، أنهم متميزون. أن هذه الفئة من الفئات، وبنقول لرئيس مصرنا القادم أن الرياضة في حاجة إلى الدعم، الرياضة في حاجة إلى التواصل. جميع مديريات الشباب والرياضة بالقاهرة على مستوى مصر ومنها القاهرة وغيرها وغيرها على مستوى 27 محافظة تحتاج إلى مزيد والمزيد من الدعم. المجلس القومي للرياضة يبذل الجديد والعديد والعديد من المشروعات المتميزة ويبذل الكثير من الجهد في سبيل تقديم رياضة متميزة. مصر بها الطاقات، مصر بها إمكانيات، نحتاج إلى مزيد من الدعم ومزيد من الدعم حتى يرفع دوما علم مصر عليا خفاقا في كافة المواقع وكافة المحافل الدولية. مشروع النهاردة متحدي الإعاقة في مجال السباحة، مشروع من المشروعات الواعدة المهمة والمتميزة. هذا المشروع بنشكر من خلاله كل أب وكل أم، كل أب وكل أم شاركوا وبيشاركوا مع أولادهم وبيتبنوا فكر أولادهم وبيتبنوا أولادهم رغم إعاقتهم، بيتبنوا فكر معين إن هم هؤلاء الأولاد لهم حق عليهم. وهذا هو الصواب الأعظم والجهد الأعظم، إن كل إنسان ما تمرتش على هذه، وتعتبر هذه نعمة ولكن الكثير يعتبرها نقمة، ولكنها نعمة في سبيل أن الإنسان يبتغي وجه الله عز وجل، أن هذا الابتلاء لابد أن ينال به صواب وأجر كبير عند المولى عز وجل، سيعطيه المولى الأجر الكثير والصواب العظيم. أن هذا ليس ابتلاء، وأن كل إنسان مهما كانت إعاقته فلابد أن له طاقة، وهذه الطاقة لابد أن نكتشفها، نعمل ديسكفرنج في هذه الشخصية، طاقة في مجال السباحة، طاقة في مجال العمل والتراكيب والمهارات اليدوية. أن هذا الابن المعاق في البيت ربنا سبحانه وتعالى أعطاهن على أساس نبتغي به الصواب الأعظم والجهاد الأعظم والحصول على صواب المولى عز وجل. بنشكر كل أب وكل أم حضروا النهاردة، بنشكر المجلس القومي للرياضة، بنشكر التواصل الدائم والمستمر الدعم لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بنشكر موقع يقين وشبكة يقين الإخبارية لأنها دائما الجسر الإعلامي المتواصل مع الأنشطة ومع الناس. بنقول لكل أب وكل أم إذا كان لديك ابن معاق فهذا هو الجهاد الذي ستدخل به الجنة إن شاء الله، وهذا هو الصبر، لأنك الصبر على البلاء يدخل الجنة، وهذا ليس ابتلاء ولكن اختبار من المولى عز وجل. شكرا لكل أب وكل أم، وشكرا لكل جهة إعلامية تواصلت، وكل شكرا لكل جريدة وكل شبكة إخبارية مسموعة أو مقروءة أو مرئية أعطت وأوصلت رسالة إعلامية لكل إنسان أن كل إنسان لابد أن يساعد أخيه الإنسان. نحن في حاجة لأن تكون هناك مصر جديدة، بالتأكيد في مصر الجديدة بشعبها العظيم ب 90 مليون قادرين على تفجير طاقات معطاءة ومتميزة تؤكد أن شعب مصر دوما ودائما ليس صانع حضارة أحجار ولكن صانع حضارة فكر وتواصل، والذي صنع الأهرام لابد أن يصنع جسورا تمتد لخير ممثل لله عز وجل، لأننا خلفاء الله على الأرض، لأن الله المولى عز وجل بس فينا من روحه والإنسان خلقه ربه وأكرمه ونعمه. أستاذ جمال أنا شاكر يعني حضرتك على التقديم دوت ويعني على شبكة يقين، كنت عايز أعرف اختيار مركز شباب زينهم لماذا؟ يعني شايف حاجة جميلة وحاجة حضرية، لماذا؟ بنقول إن مركز شباب زينهم أحد المراكز المتميزة على مستوى القاهرة، وهذا المركز به طاقات، ويمكن الصورة بتحكي أكتر مني. الخلفية فيه حمام سباحة متميز جدا، حمام سباحة أولمبي، بنمارس العديد من الهيئات بتشارك على مستوى أندية، بتأتي هنا من خلال مدارس السباحة لتختار مركز شباب زينهم بالعديد من الطاقات. أبناء مركز شباب زينهم وأبناء مدارس الشباب برضه بالقاهره في كل مكان متميزون ومتواجدون بشكل ايجابي. احنا مش بنقول ان احنا الافضل، ولكن هناك طاقات وهناك عمل يبذل على ارض القاهره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. 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 شكرا.
طب احنا كنا مع استاذ جمال المصري السيد مدير اداره العلاقات العامه والاعلام مديريه الشباب والرياضه بالقاهره. نشاط جيد ويعني اهتمام انا اراه اهتمام جيد جدا, وشبكه اقليم بتشكره على هذا التقديم, وهنوافيكم بالاحداث ومن فاز وبعض الحاجات العائليه ومن انتخب من ولهم اراء في مرشحينهم, منهم من اختار الفريق احمد شفيق, منهم من اختار حميد الصباحي, منهم من اختار سيد عمرو موسى, منهم من اختار السيد الدكتور محمد مرسي, ولهم طلبات وسوف نوفيكم بالتفاصيل بعد قليل. شكرا, شبكه الخير الاخباريه من قلب الحدث.